بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع مرة أخرى إلى بيليغ إي كومبخوندر. كنا قد وصلنا إلى هد القصة لاغب إي لو سوغيزي. هذا فقط إن شاء الله سنرى لي بليزيغ دو ليطي، لي بليزيغ دو ليطي. إذا نتكلم عن لو بليزيغ كما نقول المتعة، لي بليزيغ دو ليطي. إذا نتكلم عن متع الصيف، متعة الصيف. une maison de toile la tente de Robert. إذن une maison de toile، إذن نتكلم عن منزل من قماش، منزل من قماش. إذن من يكون هذا المنزل من قماش؟ c'est la tente de Robert. la tente de Robert. إذن نتكلم عن خيمة روبير، خيمة روبير. تنتكلموا على القيطون، تنتكلموا على الخيمة أو الخزانة، إذا كلها تتسمى لاطونت. طبعا كما تنشوفوا كلمة لاطونت عندنا طي أ تنطق تقريبا مثل كلمة لاطونت، ولكن تتكون عندنا واحد أنا. هذيك كما ذكرنا فيما سبق تتعني الخالة أو العمة، زوجة الخال أو زوجة العم. نقول بنفس الطريقة لاطونت، ولكن تتكون عندنا واحد أنا فما كان هاد أ. إذن une maison de toile la tente de Robert، منزل من قماش خيمة روبير. Honnête Robert et sa sœur Monique vont camper sous la tente، vont camper sous la tente. إذن Honnête Robert et sa sœur Monique، في الصيف أثناء الصيف. Robert et sa sœur Monique، Robert وأخته التي تسمى مونيك. فون كومبي، إذا ذهبوا ليخيموا. طبعا لو فيرب كومبي المقصود به خيمة أو عسكرة، إذا ندى نفس المعنى. لو فيرب ألي نقول جوفي، جوفي كومبي مثلا، أنا سأذهب لأخيم أو أنا سأخيم. كما تنعرفوا بأن لو فيتور بروش ديما تيكون عندنا الفعل الانفينيتيف بحال لو فيرب كومبي هنا، ثم تيكون عندنا لو فيرب الي قبله. ممكن نقول ذهبوا ليخيموا، او نقول مثلا سيخيمون. اذا جو في كومبي، تي فا كومبي، إل فا كومبي، نو زالون كومبي، فو زالي كومبي، إل فون كومبي، إل فون كومبي. اذا هم ذهبوا ليخيموا، هم سيخيمون سو لا طونت، سو لا طونت تحت الخيمة. C'est très agréable de déjeuner en plein air. En plein air. إذن إنه جد ممتع. C'est très agréable. إنه جد ممتع de déjeuner. أن تتغدى. أن تأخذ غداءك. En plein air. في الهواء الطلق. هنا طبعا عندنا en plein air. كما نقول في فضاء ممتلئ. يعني كل مكان في فضاء. en plein air مقصود هنا في الهواء الطلق. c'est très agréable de déjeuner en plein air. إنه جد ممتع أن تتغدى في مطلق الجو في الهواء الطلق. sous les arbres تحت الأشجار، تحت الأشجار. بدل أن تتغدى في المنزل بين الجدران. le soir في المساء. on ne rentre pas à la maison. وفي المساء يعني أننا لا ندخل إلى المنزل. هؤلاء المخيمون لا يدخلون المنزل. le soir on ne rentre pas à la maison. في المساء on، طبعا هاد on تعود على كل الناس المعنيين بالأمر، الناس التي يقوموا بالتخييم، بما فيهم روبير اي سا سور مونيك. إذن هؤلاء الناس لا يدخلون إلى المنزل. لو سوار اون نو رونتر با ا لا ميزون. اون كوش سو لا طونت، أننا ننام. المقصود بأن هؤلاء الناس ينامون سو لا طونت، تحت لا طونت، سو لا طونت، أسفل الخيمة، تحت الخيمة. إذن هؤلاء الناس ينامون تحت الخيام.
en couche sous la tente. Aujourd'hui, Suzanne, la petite sœur, est venue avec eux. Aujourd'hui, هذا اليوم, Suzanne, إذن البنت, الطفلة Suzanne, la petite sœur, الأخت الصغيرة, est venue avec eux. هي جاءت معهم. Est venue avec eux. إذن هاد الطفلة الصغيرة est venue. أنها جاءت avec eux. معهم. معهم. طبعا كما تنشوفوا عندنا هنا la petite sœur ثم عندنا est venue. عندنا لو فيرب venir بالاحرى عندنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل venir هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل venir طبعا لو بارتيسيباسي عاده الخاص بفعل venir يكون على شكل venu يكون venu بدون هاد او لماذا اضفنا او هنا لماذا اضفنا او طبعا لأن الفعل مصرف مع إتر وبالتالي لو فيغ فونيغ ساكورد أون جونغ إي أون نومبر أفيك لو سيجي إذن هاد الفعل هذا أنه تيتأثر بالتأنيث وبالجمع مع الفاعل الفاعل هو لا بوتيت سوغ هذه هي اللي جات إذن هذه هي الفاعل لا بوتيت سوغ إي فوني أخت صغيرة هي جاءت إذا مادام هي جاءت إذا طبعا غنصرفو الفعل مع إتر ومادام صرفنا الفعل مع إتر لو باسي كومبوزي طبعا كما تنعرفو ستان طون كومبوزي إذا هو زمن مركب من لوكسيليير ومن لو بارتيسيباسي مادام الفعل هنا مصرف مع إتر طبعا هذا تيتأثر بالفاعل إلا كان مؤنث نضيف أ إلا كان جمع نضيف إس كان جمع مؤنث نضيف او اس مادام الفعل مصرف مع اتر اذن اوجوردوي سوزان لا بوتيت سور في هذا اليوم اذن هذا اليوم سوزان لا بوتيت سور اللي هي الاخت الصغيره اللي هي الاخت الصغيره اي فوني افيك او اي فوني افيك او هي جاءت معهم سوزان اي توغوز إذن سوزان هي فرحة. سوزان est heureuse. C'est la première fois qu'elle va camper. إنها المرة الأولى. C'est la première fois. إنها المرة الأولى. هذه هي المرة الأولى. C'est la première fois qu'elle va camper. Qu'elle va camper. هي ستخيم. بأن هي ستخيم. إنها المرة الأولى بأنها ستخيم. C'est la première fois qu'elle va camper. Et maintenant, والآن, après le repas du soir, بعد وجبة المساء, بعد ما تعشوا, et maintenant, après le repas du soir, والآن, بعد وجبة المساء tout le monde dort tout le monde dort طبعا عندنا هنا لو فيرب دورمير كونجيغي او بريزون اذا عندنا لو فيرب دورمير فعل نام مصرف في الحاضر tout le monde dort كل العالم نام المقصود هنا بان كل الناس نامت كل الناس الموجوده في هذا المكان أنها نامت. Tout le monde dort. Tout le monde dort. Et maintenant, après le repas du soir, والآن بعد وجبة المساء, tout le monde dort. الكل نام. كل الناس نامت كما نقول. المقصود هنا بأن كل هؤلاء الناس الموجودين في هذا المخيم أنهم ناموا. Au milieu de la nuit, في منتصف الليل, au milieu, يعني في منتصف. Au milieu de la route, في وسط الطريق. Au milieu de la nuit, في وسط الليل, في منتصف الليل. Suzanne se réveille. إذن Suzanne, c'est qui Suzanne? من تكون Suzanne? Suzanne, la petite sœur, qui est venue avec eux.
إذا نتكلم عن البنت الصغيرة التي أتت معهم. إذن أو ميليو دو لا نوي، في وسط الليل، في منتصف الليل، سوزان سو ريفي. إذن سوزان تستيقظ، طبعا عندنا هنا لو فيرب سو ريفي. نقول مثلا جو مو ريفي تو، يعني أنا أستيقظ باكرا. إذن هنا عندنا لو فيرب سو ريفي ماشي ريفي. ريفي يعني أنك أنت توقظ شخصا آخر، أنك أنت توقظ شخصا آخر أو شخص يوقظ شخصا آخر. هنا تنتكلمو على لو فيرب ريفي. هنا عندنا فعل آخر سو ريفي، يعني استيقظ، كما نقول بأن الشخص يوقظ نفسه. إذن هنا عندنا سوزان تستيقظ وكأنها توقظ نفسها. أو ميليو دو لا نوي، في منتصف الليل، سوزان سو ريفي. إذن سوزان تستيقظ. إلا أونتوندي أن بغوي دو با، إلا أونتوندي أن بغوي دو با، دو با. إذن هي سمعت، طبعا عندنا هنا لو فيرب أونتوندر، بالأحرى عندنا هنا لو بارتيسيباسي دو فيرب أونتوندر. لو بارتيسيباسي دو فيرب أونتوندر، عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل أونتوندر اللي هو أونتوندي. لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل هو هذا أونتوندي، تيكون بهذا الشكل تماما مثل لو فيرب فينيغ. إذا قلنا سوزان إي فوني، فوني هذا هو لو بارتيسيباسي. لو بارتيسيباسي الوحيد الخاص بهذا الفعل اللي هو لو فيرب فينيغ هو فوني، فقط أنها تطرأ عليه بعض الإضافات، مثلا نضيف أو ملي تتصرف مع إتر. طبعا هو أصلا لو فيرب فينيغ تتصرف مع إتر، لأن الشخص هو الذي سيأتي. هذا الفعل هذا في الأصل ديالو في طبيعته تتصرف مع إتر. كاينين أفعال أخرى مرة يتصرفوا مع إتر ومرة يتصرفوا مع أفواغ، وكاين أفعال آخرين تتصرفوا فقط مع أفواغ. إذا هاد لو بارتيسيباسي هو هكذا. طبعا هنا عندنا لو فيرب أونتوندر، لو بارتيسيباسي ديالو هو هذا أونتوندي، وكما ذكرنا بأن هاد لو بارتيسيباسي الخاص بالأفعال أننا تنحتاجهم في لي طون كومبوزي، الأزمنة المركبة. بحال هاد الأزمنة المركبة، بحال لو باسي كومبوزي، بحال لو بلوس كو بارفي، بحال لو فيتور أونتيريور، إلى غير ذلك. إذن هذه أزمنة تيكون فيها جوج ديال الكلمات. الكلمة الأولى هي ديال المساعد، هي أفواغ بحال هنا، أو إتر بحال هنا، ثم تنضيفو على لو بارتيسيباسي باش يوصل لنا واحد المعنى. فملي تنصرفو مثلا، ملي تنصرفو مثلا لوكسيليير بحال هنا، عندنا أفواغ، هاد الفعل صرفناه من أفواغ. الحالة اللي تيكون فيها المساعد في البخيزون تنزيدو عليه لو بارتيسيباسي، هنا تنحصلو على لو باسي كومبوزي. بحال هنا أيضا عندنا إتر مصرف في البخيزون، زدنا عليه لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فونيغ، حصلنا على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل فونيغ، فونيغ. أيضا هنا عندنا أفواغ في البخيزون، أضفنا عليه لو بارتيسيباسي الخاص بفعل أونتوندر، حصلنا على لو باسي كومبوزي، لو باسي كومبوزي الخاص بفعل أونتوندر. ولا ما صرفناش هذا في البخيزون، وإلا ما صرفناش هذا في البخيزون، صرفناه في زمن آخر، طبعا غيتغير الزمن المركب ديال هذا الفعل. فمثلا إلا صرفنا هذا في لامبارفي وزدنا عليه نفس هاد لو بارتيسيباسي، غيولي عندنا لو بلوس كو بارفي. ولو بلوس كو بارفي هو زمان تيعبر على الماضي، ولكن تيجي قبل من واحد الماضي آخر. تنتكلم على نفسي أنني قمت بهذا الفعل قبل من واحد الفعل، قبل من واحد الفعل آخر في الماضي. الزمن الأول اللي في الماضي الفعل ديالو تنعملو في لو بلوس كو بارفي. كاينين بعض المعاني بهذا الشكل. مثلا نعطيكم مثال آخر، إلا صرفت هاد لوكسيليير في لو فيتور سامبل، زدت عليه لو بارتيسيباسي نفس هاد لوكسيليير، صرفتو في لو فيتور سامبل، طبعا غنحصل على لو فيتور اونتيريور.
فاش غادي يفيدنا هاد لو فيتور اونتيريور. هاد لو فيتور اونتيريور هو واحد الزمان في المستقبل غنستعمل فيه الفعل، ولكن تيجي قبل من زمان اخر هو اللي غنستعمل فيه مثلا الفعل في لو فيتور سامبل. كاين معاني بهذا الشكل تستعملوا فيهم هاد الصياغ. اذا عندنا هنا الى اونطوندي، اذا هي سامعت، اذا عندنا هنا لو باسي كومبوزي كما قلنا ان بروي، ان بروي، اذا هي سامعت ضجيجا، لو بروي هو الضجيج. الى اونطوندي ان بروي، اذا هي سامعت ضجيجا اي دي غرونمون، ثم سامعت طبعا لو غرونمون هو الصوت ايضا، صوت كما نقول خافت. طبعا عندنا معاني اخرى لهاد الكلمه لو غرونمون. لو غرونمون ممكن نتكلم عن صوت الكلب او صوت الخنزير او صوت الذئب او صوت الذئب. ممكن ايضا كلمه غرونمون تعني ذلك الصوت الذي يقوم به الشخص طبعا وهو غير راضي عن امر ما. ممكن نتكلم عن طفل مثلا، نتكلم عن شخص ما يعبر عن عدم رضاه بامر ما من الامور، يقول كلام غير واضح، يسمى هذا غرونمون، يسمى هذا غرونمون. على كل حال هنا سوزان ان سامعت لو بروي دو با، لو بروي دو با، لو بروي دو با، سمعت ضجيج خطى، سمعت صوت خطوات شيء. اذا سمعت صوت خطوات او ضجيج خطوات، نتكلم عن شيئين يمشي وتسمع اصوات خطاه هكذا. الى اونطوندي ان بروي دو با، طبعا لو با المقصود بها هنا الخطوه، عندما يمشي الانسان يمشي بخطى، كذلك الحيوانات عندما تسير تسير بخطى. اذا الى اونطوندي ان بروي دو با، اذا سمعت صوت الخطى، اذا سمعت الصوت ديال واحد المشي دي غرونمون، ثم صوت كما نقول غير واضح. عندما سمعت هذا الصوت هي انتبهت واستيقظت سودا، وفجأة سوغ لا طونت، على الخيمة، على الخيمة كما نلاحظ. إذا كان هناك ضوء مثلا ممكن أننا نراه من داخل الخيمة. نفس الشيء هنا، كان هناك ضوء القمر بالليل، وعندما اقترب شيء ما من الخيمة وكان ظله عليها طبعا هي رأت الظل كما سنرى. إذا سودا سوغ لا طونت، وفجأة على الخيمة، إل فوا، إل فوا لومبر دون بات، دون بات إنورم. إل فوا لومبر دون بات إنورم، إذا هي ترى لومبر يعني ظل. إذا من فوق الخيمة شافت واحد الظل، الظل ديالاش وجل شجرة؟ لا، دين بات، رأت ظل حيوان إنورم ضخم. إذن وفجأة عندما كانت تنظر إلى قماش الخيمة، فجأة ترى عليه ظل حيوان ضخم. إذن هذا الظل سيظهر من الداخل، إذن هي رأت هذا الظل. سودا سوغ لا طونت إل فوا لومبغ دين بات إنورم، سودا سوغ لا طونت إل فوا لومبغ دين بات إنورم، إل فوا لومبغ دون بات إنورم، وفجأة فوق الخيمة إل فوا لومبغ، إل فوا لومبغ، هي ترى ظل دون بات إنورم لحيوان ضخم، أفيك إن غروس غول، أفيك إن غروس غول، هذا الظل لحيوان يظهر من خلاله إن غروس غول. رأت خرطوما ضخما، رأت مقدمة الرأس كما نقول خرطوما ضخما. إن كو إي دو لونغ زوغاي، إن كو إي دو لونغ زوغاي، إي دو لونغ زوغاي، إي دو لونغ زوغاي، ثم رأت إن كو، ثم رأت ديلا، إي دو لونغ زوغاي، إي دو لونغ زوغاي، ثم رأت أذنان طويلتان، ثم رأت أذنان طويلتان. او سوكو روبير، النجدة يا روبير، النجدة يا روبير، او سوكو روبير،
إليا اليون دور، هناك أسد في الخارج. إليا اليون دور. طبعا إذا اقترب الأسد من الخيمة فمع ضوء القمر سيظهر ظله على الخيمة، إذن أكيد سيظهر وجهه، سيظهر ديله، وستظهر أذنه. Au secours Robert. Au secours Robert. Il y a un lion d'or. Il y a un lion d'or. D'or. خارجا. Il y a هناك un lion. هناك أسد d'or. خارجا. في الخارج. À côté de la tente. بالقرب من الخيمة. À côté de la tente. À côté de la tente. بالقرب من الخيمة. روبير اي كوراجو. روبير اي كوراجو. إذن روبير هو شجاع. إيل سوليف. إذن هو يستيقظ. إيل سوليف. إيل سوليف. هو يستيقظ. وممكن تعني أيضا بأنه نهض من مكانه. كما ذكرنا سابقا. إذن عندنا هنا لو فيرب سولوفي. سولوفي. يعني استيقظ. أو نهض من مكانه. يكون هناك شخص مثلا جالس على الكرسي ثم يقف، إذا نتكلم على لو فيرب سو لوفي. إذا إيل سو ليف، إذا هو ينهض. إيل أوفر لا طونت، إيل أوفر لا طونت، إذا هو يفتح الخيمة، يفتح باب الخيمة. إيل أوفر، طبعا عندنا هنا لو فيرب أوفغيغ. إيل أوفر لا طونت، إذا هو يفتح الخيمة. Il sort. Il sort. هو يخرج. عندنا لو فيرب سورتير. Il sort. هو يخرج. كما تنشوف بأن هاد الأفعال كلها مصرفة في البريزون. Il se lève. Il se lève. Il ouvre la tente. Il ouvre. Il sort. هو يخرج. كما قلنا عندنا هنا لو فيرب. لو فيرب سورتير. فيها الخرج. Viens voir ce méchant lion. Ah, viens voir ce méchant lion. Ahin, تعالي لتراي هذا الأسد الشرير. هذا الأسد شرير. Ahin, تعالي أو تعالى نفس المعنى. Ahin, تعالي لتراي ce méchant lion. Ce méchant lion. هذا الأسد الشرير. أجي تشوفي هاد السبع هذا الشرير. أجي تشوفي. أجي تشوفي. آه فيان فوار سو ميشون ليون. تعالي يا سوزان لتري هذا الأسد الشرير. سوني كان بوتي آن. سوني كان بوتي آن. ما هو إلا حمار صغير. سوني كان بوتي آن. سوني كان بوتي آن. ليس إلا حمارا صغيرا. هذا الذي أفزعك وتظنينه أسدا. هذا ما هو إلا حمار صغير. Honnête Robert et sa sœur Monique vont camper sous la tente. C'est très agréable de déjeuner en plein air, sous les arbres. Le soir, on ne rentre pas à la maison. On couche sous la tente. Aujourd'hui, Suzanne, la petite sœur, est venue avec eux. Suzanne est heureuse. C'est la première fois qu'elle va camper. Et maintenant, après le repas du soir, tout le monde dort. Au milieu de la nuit, Suzanne se réveille. Elle a entendu un bruit de pas. Elle a entendu un bruit de pas. Et de grognements. Soudain, sur la tente, elle voit l'ombre d'une bête énorme, avec une grosse gueule, une queue et de longues oreilles. Au secours, Robert. Au secours, Robert. Il y a un lion d'or à côté de la tente. Robert est courageux. Il se lève. Il ouvre la tente. Il ouvre la tente. Il sort. Ah, viens voir ce méchant lion. Ah, viens voir ce méchant lion. Ce n'est qu'un petit âne. إذا نستأنف في الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.